حقلك إلا شغل عن الورد إنه هي تحية العالم أو البونجور تبع العالم أو الجود مورنينج تبع العالم أو الهالو تبع العالم. تطقيم منه وطعم على الأصناف الموجودة هون هالطريقة كترته. اللي بيعملوا منهم ماء الورد ومربى الورد وشراب الورد ونعمل منه الزهرات. الأولاد كثير بحبوا هالشغلة، بيطلعوا بصيروا يتسابقوا انه ينقوا الورد الأحلى والأجمل اللي يعملوها. مثلا بيعرفوا اللي بده تنعمل المربى كيف تنقطف، وبيعرفوا اللي بده تنعمل شراب كيف تنقطف. بتحتاج قيمات 20-25 عامل بتحمل، وفيهم سوريين وفيهم لبنانيين.